الله حاجة يخليك، جميلة الله وتفرح. يخليك، وحضرتك جوهرتنا النهاردة، نورتينا تسلمي أستاذة تسلمي آية والله، الجبري، شكرا، الله يخليك. وأحب إن أنا أهديكي يعني القلادة الذهب لجوهرة مصرية من أسرة يا سي بي خبر سي ابيض، ومن برنامج جوهرة مصرية، الله لأنك يخليك، شخصية فعلا ملهمة، ورسالة من حضرتك لكل اللي بيسمعونا إن هم يفيدوا غيرهم ويحاولوا على قد ما يقدروا يقدموا الدعم النفسي والتدريب، مش بس مجرد إن هم يعني يتعاطفوا مع الناس ويا عيني ويا حرام، لا، يحاولوا يساعدوا. لا ما هو زي ما بيقولوا يعني، علمني الصيد وما تديني السمكة كل يوم، يعني هو ده الله، الصح. المثل الجميل. لا صح، يعني انا فعلا بعلمهم كده، بقول لهم احلى حاجة ان الواحد يشتغل وشغل ايده يجيب له فلوس، وفي نفس الوقت هو واخد باله ما من بيته تدينيش وولاده. سمكة بس علمني ازاي اصطادها. ايوه صح، وده بقى ايوه هيفضل معايا بقى على طول. ايوه صح، وده قد وفعلا ايه تعلم ثواب ناس جميل تانية. لوالدتك ان هي كانت نقطة بداية وطلعت فنانة، والفنانة الله قدرت تفيد يخليك، ناس حواليها، الله حاجة يخليك، جميلة. وده هو يعني العمل الجميل اللي الإنسان بيبقى مستمر على الأرض من خلال ولاده، ده يعني مدد لوالدتك صح، ولحياتها ولتاريخها. الله يرحمها يا رب، الله الله يرحمها، يرحمها، ويا رب يعني تكوني على طول كده خيرة الله وتفيدي يخليك، غيرك، وشخصية ملهمة ميرسي وجميلة. ميرسي تشرفت لحضرتك والله، بحضرتك. شكرا. الاختلاف نعمة.